المصارف دور كبير في الاقتصاد اللبناني، ولكن تحديات كبيرة أيضا تواجهها اليوم نظرا لدقة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية. في نوعين من التحديات: داخلية بتتعلق بعدم الاستقرار السياسي والاضطراب الأمني بسبب الحروب الدائرة في المنطقة، والتغيير المرتقب في رئاسة جمعية المصارف. أما الضغوط الخارجية تتعلق بالعقوبات. أولا ضعف النمو الاقتصادي بلبنان اللي ما بتجاوز 1%. ثاني تحدي بوجه القطاع المصرفي هو العجز المرتفع بالمالية العامة اللي بتجاوز 5 مليار دولار في عام 2017. ثالث تحدي بوجه القطاع المصرفي هو المشاريع والقوانين والتشريعات الدولية. ببداية العام 2016 صدر القانون الأمريكي حول حظر التمويل الدولي لحزب الله بهدف تجفيف منابع تمويله ومنعه من الولوج إلى النظام المالي العالمي. اليوم مشروع جديد قيد الأعداد في الخزينة الأمريكية، فهل يمكن فعل شيء؟ وما هي خطورة الأمر على لبنان؟ على الحكومة مسؤولية بهذا الإطار، مسؤوليتها بتقع على أنه لازم تألف لجنة ويتصلوا ويتواصلوا مع الإدارة الأمريكية. من هون يفترض على القوى السياسية أو على الحكومة التجديد حالياً لحاكمية مصرف لبنان وعدم تأجيلها. الخطورة تكمن على الاقتصاد اللبناني الذي سيقع في يعني سيتراجع، ستزيد كبوته وركوده، رح يكون في كمان ترددات تصيب المصارف، تعاملاتها مع الخارج، مع المصارف المراسلة. موضوع العقوبات استطاع الحاكم رياض سلامي مواجهته والسير بين الألغام لتجنيب لبنان من خضات كبيرة، ومع اقتراب نهاية ولايته بالأول من آب بالعام الحالي أسئلة كثيرة تطرح. البقاء سلامي هي من الضرورات القصوى حالياً بسبب الصفات والميزات لديه من ناحية الخبرة الواسعة داخليا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، أو من ناحية الثقة لديه بالداخل والخارج. وجود حاكم مصرف لبنان في هذه المرحلة ضروري وأكثر من ضرورة نظرا لحجم التحديات. ربما التجديد يجب أن يسبق قانون العقوبات ليتسنى للحاكم أنه يتحرك باتجاه المراجع المعنية سواء بواشنطن أو حتى بعدد أخرى من عواصم العالم. قبيل كل استحقاق مالي ونقدي كبير، هناك من يهول بالخطر على الليرة، فهل الأمر واقعي؟ فينا نقول نحن اليوم بعد الهندسة المالية الأخيرة عززت الاحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، فينا نقول أنه الليرة اللبنانية اليوم مستقرة. ليس تهويلا ربط الليرة بمصير بقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان، ولكن نعود هنا إلى عامل الثقة، هي مستمدة ومستقاة من أداء حاكم مصرف لبنان وإنجازاته. تاريخيا تعرض البلد لهزات سياسية كبيرة وقت اللي تعرضت الليرة للخطر، فهل نكون أمام سيناريو مشابه اليوم؟